أهلا بكم. يواجه القطاع الصحي في العراق تحديات هائلة، فقد دعانا نظام الرعاية الصحية تدهورا كارثيا قبل العام 2003 جراء الحصار الاقتصادي الدولي الذي كان مفروضا على العراق، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين الرضع والأطفال والأمهات ارتفاعا كبيرا، فضلا عن انخفاض معدلات العمر المأمور. وتتمثل العوامل الرئيسة وراء هذا الانهيار الكبير في التدهور المستمر في مستوى الصحة العامة في العقدين الماضيين، والزيادة الكبيرة في مستويات الفقر والبطالة وتردي الحالة التغذوية وسوء خدمات الصرف الصحي ومشكلات توفير المياه الصالحة للشرب. بعدما كانت منظومة الخدمات الصحية والعلاجية العراقية تمثل واحدة من أفضل الخدمات الصحية المقدمة في دول المنطقة، ومن العوامل التي أدت إلى ازدياد هذا التدهور بعد العام 2003 تغول الفساد الحكومي الذي أدى إلى خفض الإنفاق وانعدام الصيانة والاستثمار وسوء الإدارة في مرافق هذا القطاع الحيوي. انهيار نظام الرعاية الصحية في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: كيف هي الصورة التي عليها منظومة الرعاية الصحية الحالية في العراق؟ وهل الفساد الحكومي الكبير هو السبب الوحيد وراء تردي الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع في العراق؟ وهل ثمة عجز حكومي عن الارتقاء بهذا القطاع الحيوي جراء الأزمة المالية الحالية؟ أم هو تجاهل متعمد لأهمية هذه المنظومة؟ ولماذا يوصف انهيار نظام الرعاية الصحية والطبية في العراق بأنه إبادة جماعية حقيقية للعراقيين؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، عمر الكبيسي، أحمد الخطيب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في المنظومة الصحية والعلاجية وارتباطها بالفساد الحكومي في العراق. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، وسيكون معنا عبر الهاتف مدير مستشفى ابن البيطار سابقا الدكتور عمر الكبيسي، والدكتور الطبيب الاختصاص أحمد الخطيب سيكون معنا عبر الهاتف من بغداد. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. لو بدأنا مع دكتور أحمد الخطيب من بغداد، دكتور كيف يمكن توصيف منظومة الرعاية الصحية والطبية في العراق اليوم؟ بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم وللضيوف الكرام. شكرا جزيلا أخي، نشكركم على طرح هذا الموضوع، موضوع الواقع الصحي في العراق، وهو يعني موضوع مهم جدا ومغيب من قبل الحكومة. أخي الفاضل، المستشفيات الحكومية كما تعلمون تعاني من تردي وإهمال واضح من جميع الجوانب. فقط اسمح لي بثانية إذا بالإمكان رفع الصوت، الصوت يصلني منخفض. نعم تفضل دكتور. نعم تفضل. المستشفيات الحكومية يعني تعاني من تردي وإهمال واضح من جميع الجوانب، وكذلك سوء الخدمات التي تقدمها للمراجعين، وخاصة يعني شريحة مهمة هي مرضى الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية، فكثير من المرضى يموتون سنويا حسب التقارير بسبب شح الأدوية، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة وأدوية مرضى السرطان التي يفترض أنها تكون مدعومة من قبل الحكومة، ولكن للأسف يعني نلاحظ أن المريض المبتلى بالسرطان عافانا الله وإياكم أمامه خياران: أما أن يبحث عن العلاج في مستشفيات الدول المجاورة، وهذا سيكلف المريض أموال طائلة، أو على الأقل عليه أن يدفع أقل يعني سعر هو $700 للحقنة الواحدة لمرضى السرطان، أو الخيار الثاني أن ينتظر العلاج الحكومي، ربما يستمر الانتظار إلى أشهر، وهذا الأمر سيكلفه حياته. وكما تعلمون أن أغلب المستشفيات الحكومية يعني في جزئية الأمراض، يا سمحتي، في جزئية الأمراض السرطانية لجنة الصحة البرلمانية، لجنة تابعة للبرلمان، تتحدث أنه نسبة الأمراض السرطانية في تقرير لها
70 حالة سرطانية لكل 100,000 من السكان. نعم، هذا يعني موضوع إذا نتطرق له يعني يحتاج لحلقة كاملة. نعم. لأنه مخلفات الحروب ومخلفات ما يعني جلبه الأمريكان والاحتلال. وفي البصرة تسجل شهريا 50 حالة سرطان في الشهر، 50. نعم نعم نعم، تفضل دكتور. المستشفيات التي تعالج الأمراض السرطانية قليلة جدا في بغداد وفي المحافظات، وإذا تكلمنا عن المحافظات التي تعرضت إلى العمليات العسكرية، فإن ليس هناك أي يعني أي بناية خاصة في هذا يعني الأمراض، والمختلف أو معظم المستشفيات تعرضت إلى القصف وإلى التدمير. ومن خلال ملاحظاتنا ومشاهداتنا وزياراتنا الميدانية، فإن أغلب المستشفيات مثل مستشفى الفلوجة يعني الآن يعمل المستشفى فقط في جناح الاستشارية، وهو جناح بسيط جدا، يعني كثرة المراجعين الموجودين لا يلبي يعني هذا الأمر. احنا مما زاد الطين بله حقيقة ان العراق اصبح يعني بالنسبة للأدوية سوقا لأدوية متنوعة من اغلب الدول ومن مناشئ ردية جدا. هذا بسبب غياب الرقابة، فان اغلب الأدوية غير خاضعة للفحص المختبري، وليس هناك يعني تصريح حكومي باستخدام الدواء. اتينا الى جانب مهم جدا، هو ردهات الطوارئ وردهات الانعاش التي يفترض أن تكون يعني مكان لإنقاذ حياة المرضى، يعني نقطة عبور إلى الحياة، هذه أصبحت نقطة عبور إلى الموت. ففي كل دول العالم تجهز هذه الردهات بالأجهزة الطبية والمستلزمات الحديثة، وتكون تحت إشراف كادر طبي متقدم. ولكن للأسف ما نلاحظه في ردهات الطوارئ وردهات الإنعاش، وإذا أخذنا مثلا مستشفى اليرموك التي تقع في وسط بغداد. نعم. وهي تغطي مساحة سكانية كبيرة. نعم. نلاحظ سوء الخدمات وعدم وجود أسرة كافية لاستيعاب واستقبال المرضى، وعدم وجود ترتيب طبي. يعني أغلب الأطباء الذين يعني خدموا في هذه المستشفى كانت أكو هناك ردهات للطوارئ للجراحة، وردهات طوارئ للباطنية، وهناك عزل لردهات النساء عن الرجال. لكن مع الأسف ترى في هذه الردهة هي عبارة عن ردهة كبيرة جدا، وهناك يعني أعداد كبيرة من المرضى، ولا يمكن التمييز بين المرضى المحتاجين إلى تداخل جراحي أو المرضى اللي يحتاجون إنعاش طبي أو قلبي، وغياب الأجهزة الطبية. يعني احنا ردهات الإنعاش المفروض أن تحتوي على أجهزة طبية لإنعاش المرضى، هذا غير موجود، فهذا يؤدي إلى كثرة الوفيات الموجودة. نعم، إزاء هذه الصورة القاتمة للواقع الصحي في العراق عموما، أنتم أيضا لكم نشاط في منظمة إغاثية تقدم مساعدات غذائية وطبية للنازحين في مخيمات النزوح في العراق، ممكن أيضا توصيف للواقع الصحي للنازحين وأبرز الأمراض التي يعانونها، وهل يحصلون على رعاية طبية وصحية كافية؟ نعم نعم، أنا كنت أحب أن أتطرق إلى مواضيع كثيرة، يعني لأن نعم. هذه مناسبة أن نتطرق إلى هذا نعم. الموضوع الواقع الصحي، ربما نخصص يعني حلقات أخرى للاستفاضة في هذا الملف. نعم 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 نعم، إحنا من خلال زيارتنا الميدانية للمخيمات الموجودة والمنتشرة في المحافظات، فأحوال النازحين بشكل عام هي مأساوية، ومعاناة لا تنتهي إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. فهناك معاناة تزداد يوما بعد يوم بعد يوم. نعم. أما المرضى يعني حقيقة وهم من كبار السن والنساء والأطفال،
فهم يعانون يعني معاناة كبيرة جدا. والملاحظ من خلال الزيارات أن المخيمات أول ما تبنى لا يبنى معها مثلا فد مركز صحي بسيط حتى يعطي الخدمات الطبية لآلاف أو مئات الآلاف من النازحين. هذا الشيء غير وارد لا عند الذين يعني صمموا هذه المخيمات من مجالس المحافظات أو الحكومة أو وزارة الصحة أو حتى الدعم الدولي اللي موجود. فنلاحظ أنه هذا الأمر مغيب وغير موجود، يعتمدون على يعني المساعدات التي تأتيهم من المنظمات. يعني احنا نذهب الى المخيمات مثل المخيمات الموجوده في الموصل، عملنا مختبر بسيط، نعطي بعض الادويه الموجوده، وهذه لا تكفي لانه مئات الالاف من المرضى. وهناك شريحه مغيبه، هم شريحه ذوي الاحتياجات الخاصه الذين يحتاجون الى رعايه خاصه، هذول موجودين في اغلب المخيمات يحتاجون إلى رعاية خاصة، كما أن الأطفال. رأينا أنه حالات من الولادة تحدث في هذه المخيمات اللي يعني تفتقر إلى أبسط مقومات العيش وتفتقر إلى أبسط مقومات النظافة اللي موجودة حقيقة. نعم، أشكرك الدكتور أحمد الخطيب الطبيب الاختصاص، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. دكتور رافع الفلاحي، هل القضية قضية التدهور الصحي أو الرعاية الصحية في العراق؟ ودكتور أحمد رسم صورة قاتمة لهذا الواقع وهذا الملف، مرتبط بمشاكل العراق الاقتصادية والمالية، والحكومة الآن في أزمة مالية كبيرة وهي تقر وتعترف، وهذا القطاع تأثر كما تأثرت بقية القطاعات بهذه الأزمة، قطاعات أمنية، قطاعات خدمية، بلدية وغيرها، أم أن القضية أيضا مرتبطة بأبعاد سياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد جذر كل شيء الآن في العراق هو جذر سياسي. ما يحصل في العراق في كل مؤسسات صحية، تعليمية، خدمية، في كل المؤسسات، عسكرية، أمنية، انهيار كامل وشامل من عام 2003 لحد الآن، سببه أن جذر كل هذا هو جذر فساد، وجذر الفساد متأصل في الطبقة السياسية، في التكوين السياسي، في النظام السياسي الذي قام من عام 2003 لحد الآن. لا تقل لي أن طبقة سياسية ونظام سياسي فاسد متهم بالفساد في تبديد أموال العراق، لم يبني شيئا، لم يقدم شيئا لشعبه، لم يقدم شيئا للعراق، العراق صار مطية للآخرين، مباحا للآخرين بكل ثرواته. لا تقل لي أنه بإمكاننا أن نرى تعليما جيدا، صحة جيدة، أي مؤسسة يعني نظام قضائي جيد، لا يمكن، لا يمكن، كلها مثل يعني مستوى واحد. يعني لا يمكن أن تحدثني عن قضاء جيد في الوقت الذي التعليم هو سيء، لا يمكن أن تحدثني عن تعليم جيد والخدمات الصحية سيئة، كلها مرتبطة ببعض، كلها مرتبطة في بعضها. أقول شيء، يعني كان العراق قبل عام 2003 للثمانينات، يعني وبشهادة ذا لانسيت، هذه المجلة الطبية البريطانية المعروفة، كانت تعتبر النظام الصحي في العراق من أفضل الأنظمة الصحية في الشرق الأوسط. كانت يعني معدل الصرف على هذا النظام الصحي عالي جدا، المواطن العراقي كان يتمتع ب يعني ببحبوحة من الرفاهية والرعاية الصحية. بعد عام 2003 ما شهدناه نهب المستشفيات دكتور، لكن الحكومة تقول نحن ورثنا منظومة صحية منهارة بالكامل، وبالتالي نحتاج إلى إمكانيات مالية هائلة لإعادة تأهيلها مرة ثانية. نعم، إذا كان هذا الموضوع حقيقي من عام 2003 لحد الآن، حجم الدخل الذي جاء إلى العراق فقط من النفط، فقط من النفط أكثر من تريليون دولار، كلها بددت هذه الأموال، يعني من عام تأسيس الدولة العراقية عام 1921 لغاية 2003 لا يساوي ربع المبلغ الذي يعني كان دخل العراق من عام 2003 لحد الآن، لكن بنيت به كل الجامعات، كل المستشفيات، كل الجسور، بنيت مدن كاملة. هذا واقع الحال من عام 2003 لحد الآن. خلي يقولون لنا ما الذي بنوا. أنا يمكن ربما أعطي مثالا بسيطا، في عام 2009، من عام 2009-2011 أعطيت عقود لمستشفيات، لبناء مستشفيات، 8 مستشفيات،
عقود من عام 2009 إلى عام 2011 في عهد المالكي. نعم. وهي العهود طبعا هذه الحكومات التي جاءت بإثر الاحتلال من عام 2003 لحد الآن هي متشابهة، يعني العبادي لا يختلف عن المالكي والمالكي لا يختلف عن غيره، الكل في نفس المركب. عموما حجم العقود هذه لبناء هذه المستشفيات $1.449 مليون، يعني حوالي $1.5 مليار أعطيت لبناء هذه المستشفيات. من المضحك المبكي في هذا الموضوع أنه 6 مستشفيات لم تخصص لها أراضي، تبين أن لم تخصص لها أراضي أساساً، غير موجودة، فقط على يعني فقط حديث على الورق كذب، وتم التعاقد عليها. بعد مستشفيتين أخرى قالوا بدأ البناء بها لحد الآن من عام 2011، من عام 2009 لحد الآن حجم المنجز بها لا يتجاوز 30%. والأموال التي خصت لها أين ذهبت؟ ذهبت في جيوب في جيوب من هم يعني حيتان الفساد، يعني صرفت الأموال، صرفت. هذه الحقيقة. عندها أزمة مالية الحكومة، غير أزمة مالية. كان برميل النفط لا يتجاوز $10، الآن برميل النفط وصل في فترات من الفترات أكثر من $100، والآن $120. نعم. والآن قريب $70. هذه كذبة كبيرة، مبالغ هائلة دخلت العراق. العراق بلد ثري، لم تبنى مستشفى واحدة، بالعكس دمرت مستشفيات. مستشفى ربما سيحدثنا الدكتور عمر الكبيسي ومتخصص في هذا. نعم. الموضوع. مستشفى الرشيد العسكري دمرت اللي 1200 سرير، مستشفى حماد الشهاب، مستشفيات كثيرة. هو معنا دكتور عمر الكبيسي. حرقت. نعم. هذه كثيرة، هذه جزء من الفساد. أريد أن أقول فقط في النهاية أنه حجم الـ التخصيص في الموازنات لقطاعي الصحة والتعليم. نعم. لا يتجاوز 3.2%. لاحظ هذا المبلغ في بلد موازناته مليارات، يعني 120 مليار 100 مليار الموازنة السنوية مالته أكثر، وحجم وتفتك به الأمراض والسرطانات ومختلف الأمراض. والآن عادت. نعم. كل الأمراض القديمة التي قضينا عليها، الجدري، الأنفلونزا، الطيور تفتك بالناس، مئات العراقيين يموتون شهريا لا أحد وهنا يتحدث عنه. أيضا قبل ربما تسمح لي قبل 6 أشهر يستحضر أو أكثر كان أحد الأشخاص لدغ بعقربة ذهبوا به للمستشفى، توفي لأن ليس هناك مصل لمعالجة. نعم. لدغات العقارب. السل هذا السل. نعم. الذي قضينا عليه من فترة طويلة وما عاد موجود بالعالم، الآن عاد إلى العراق بالانتشار. الجدري، حبة بغداد، كلها عادت إلى لأنه بيئة ملوثة، رعاية صحية. والله. غائبة، فهذا من يتحمل؟ إذا نتحول إلى عمان والدكتور عمر الكبيسي مدير مستشفى ابن البيطار سابقا، مرحبا بك دكتور عمر. أهلا وسهلا بكم دكتور. تحطم نظام الرعاية الصحية والطبية في العراق بشهادة الذين في العراق من الأطباء وبشهادة أيضا المنظمات ذات الاختصاص، منظمة الصحة العالمية وغيرها، هناك من يصف هذا التحطم والخراب في هذه المنظومة بأنها إبادة جماعية للسكان، هذا الوصف مبالغ به أم هو حقيقي؟ من المؤكد، يعني من المؤكد هذا العراق الذي كان من أوائل الدول المنطقة بالتفوق الطبي والوضع الصحي، إذا قام في الوضع الحاضر طبعا يعني يعد مقصلة من مقاصد الاحتلال، يعني وما خلفه من تركات وتبعيات والحكومات التي يعني جاءت بعد الاحتلال. من المؤكد هنالك كثير من الأشياء اللي تطرق عليها الأخ رافع، دكتور رافع جنابك أيضا، يعني التخصيصات، الفساد الشاسع والواسع، الإدارات الطبية الفاشلة، الوزارات الحزبية يعني الطائفية، ناهيك عن ما فعلته الحرب أساسا، ويعني الحروب التي تبعتها بالمؤسسات الطبية، يعني كالموصل مثالا، كالفلوجة، كالأنبار ومستشفيات الآن التي يعني تبكي حقيقة. كنا في يعني في قضايا الوقائي، الطب الوقائي من قمم الدول في التعامل مع الصحة الدولية وتشهد منظمة الصحة الدولية في ذلك. كنا في قضية يعني الإدارة الطبية، إدارة رائعة، إدارة مردان علي وأولئك الرواد الذين كانوا وبنوا العراق طبيا بسنوات طويلة من الخدمة. أين هذه العناصر الآن؟ يعني العراق بحاجة لمثل هذه العناصر اليوم، وهذه العناصر تعيش جميعا بين من توفى خارج العراق وبين من هو
لا يزال حيا في أعمار متقدمة، حرم العراق منهم لعقدين من الزمن. لماذا هذا؟ نعم دكتور، في مشكلة الآن، هناك مشكلة خطيرة وبارزة في هذا الملف، وهو مشكلة تفشي الأمراض السرطانية جراء استخدام أسئلة يورانيوم، فوسفور أبيض، مخلفات الحروب السابقة. لجنة الصحة البرلمانية تتحدث عن 70 حالة سرطانية في العراق لكل 100,000 شخص. البصرة هي الأعلى، تسجل 50 حالة سرطانية في الشهر. هذا الملف، يعني ما هي معلوماتك عن هذا الملف، ملف الأمراض السرطانية؟ وهل من سبل حكومية لمعالجته، لتدارك ما يمكن تداركه؟ والله هذا الملف يعني ملف واسع، ويعني يحتاج بحد ذاته يعني متابعين. نعم. يعني لا تنطلي كذوبة اليورانيوم المنبب الذي تدعي أمريكا أنه هو سلاح آمن، تختلف مع معظم دول العالم حتى مع أوروبا في أنه سلاح يعني ملوث، وسلاح يعني يؤذي البنية الوراثية والجينية للمواطن. وما حدث طبعا بعد ذلك إحصائيا ودراسات كثيرة متنوعة متعددة من خارج العراق ومن داخله أثبتت أن نسب التلوث في مناطق عديدة من العراق بالحقيقة في أكثر من 350 موقع، يعني ليست فقط الفلوجة والبصرة وأبو الخصيب والناصرية والحلة وشمال العراق، حتى في شمال العراق يعني هذه ثابتة بالدراسات. لكن مع الأسف الشديد أن وزارة الصحة تعاونت يعني بدراسة مع منظمة الصحة الدولية اللي تهيمن عليها أمريكا أصلاً، وقاموا بدراسة وخرجوا بنتائج معاكسة لما لواقع الدراسة. كيف؟ يعني هم قالوا كيف نتائج معاكسة؟ يعني تقصد نتائج مزيفة مزورة مثلاً؟ هكذا أريد لها، لأن التقارير الواردة من كل هذه المناطق من رئاسات الصحة من وزارة الصحة اللاحقة تشير إلى زيادة كبيرة ونسب كبيرة في التلوث، وهم قالوا أنه لا توجد علاقة بين زيادة هذه الأمراض وبين التلوث وبين قراءته. لتبقى أمريكا لأنها قضية كبيرة، يعني أمريكا استخدمتها طبعا يعني قبل ذلك في البوسنة واستخدمتها في أماكن عديدة، ونفس الدراسات الآن. يعني الإشكالية أن هذا التلوث الجيني والتلوث بهذه الإشعاعات لن يكون يعني ذا تأثير فقط آني، وإنما يعني تستمر لقرون من الزمن، سواء كان في الأرض في الزراعة أو في البحار أو في البيئة في الأسماك، يعني ناهيك عن أقوام التركات التي دفنت عقب الحرب الملوثة وبقايا الأسلحة والسيارات والآليات التي ظلت منتشرة في ساحات المدن وبعد ذلك دفنت في أماكن متعددة. وهنالك من يعني يقول أن هنالك مناطق أصلا العراق اختار لكي تكون أماكن لهذا الدفن. يعني مسألة التلوث والوقاية منه الآن مبلغ كبير هائل، يحتاج أكثر من 20 مليار يقدر حتى يكون العراق يعني في أمن واطمئنان كطمر وتعبيد وغير ذلك من الأشياء. المسألة قضية يعني واضحة، زيادة في نسبة كبيرة في سواء كان في التشوهات الخلقية أو كانت أيضا في قضايا السرطانات واللوكيميا، وسرطانات عجيبة غريبة يعني تختلف عن طبيعة السرطانات السائدة. يعني هنالك سرطانات متليفة وتصيب مكانات غير يعني لم تكن مسجلة سابقا، غير سرطانات نسمع سرطان الرئة والثدي، هذه السرطانات الموجودة الآن تحدث في أعمار أقل وتحدث بطبيعة مقاومة حتى للعلاج. نعم، إذن نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في هذه الحلقة عن الواقع الصحي في العراق مع ضيوفنا الذين يشاركون النقاش. إذن فاصل قصير ثم نعود لإكمال النقاش.
مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في منظومة الخدمات الصحية والعلاجية في العراق. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني ودكتور عمر الكبيسي ودكتور أحمد الخطيب الذي غادرنا. دكتور عبد الحميد، تردي الخدمات الطبية والعلاجية في العراق غلاء، يعني أسعارها الكشوفات الطبية الآن هناك أرقام تتحدث عن 125 دولار 150 ألف في الكشف الطبي، فضلا عن العلاجات أيضا وإجراء العمليات العلاجية مكلفة جدا. ألجأ الناس طلبا للاستشفاء إلى الدجالين والمشعوذين، برأيك أثار هذا السلوك الاضطراري للمجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية ونحن نتحدث عن هذه الظاهرة وهي ظاهرة خطيرة، لابد أن نحذر الناس جميعا، جميع المشاهدين سواء كانوا في العراق أو في عموم العالم العربي والإسلامي، من خطر اللجوء إلى هذا الأمر، إلى الساحر وإلى المشعوذين، وفي اللهجة العراقية يسمى الفتاح، نعم، فال وغيره. يعني نستذكر قول الله سبحانه وتعالى من في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وفي الأحاديث الصحيحة الكثيرة قرن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الشرك بالله تعالى وبين السحر، وقال اجتنبوا الموبقات منها الشرك والسحر. وأيضا قال من أتى عرافا كما جاء في صحيح مسلم مثلا، من أتى عرافا لا تقبل، ما معنى الحديث تقبل صلاته 40 يوما. فهذه ننبه المواطنين الكرام إلى خطر اللجوء إلى هذا الأمر. لكن نتحدث الآن عن هذا الواقع لماذا وأسبابه، أشرت أنت في سؤالك إلى هذا الأمر، هذا السبب. هنالك علاقة جدلية كبيرة بين الفقر وبين الحاجة وبين الجهل عند الناس. حينما يكون هنالك جهل وفقر وتتزايد المشاكل الاجتماعية والأمراض بسبب هذا الفساد الذي أشار إليه الأساتذة الأفاضل الدكتور رافع والدكتور عمر والدكتور أحمد الخطيب في البداية، هذه الأمراض والفساد والأدوية الفاسدة وغير ذلك تجعل حاجة الناس تدفعهم إلى البديل الآخر، والجهل هنا سيعمل ويلعب دوره فيذهبون إلى هذا العامل وهو السحر والشعوذة، علهم يجدون فيها ما ينقذهم من هذا الواقع المأساوي، ومنها كما أشرت في سؤالك غلاء الأطباء وغلاء الفحوصات، بل فقدان، يعني كثير من المستشفيات لا يوجد فيها خدمة أساسا، خدمة صحية. وبات شائعا في الشارع العراقي اليوم يقول من لم يمت في الانفجارات مات بحقنة في المستشفيات، يعني هذا ما يستهزئ ويتحدث به الشارع العراقي. الأرقام مهولة، ذكر الأساتذة كثير منها. على سبيل المثال يعني نتحدث في مرض من الأمراض وربما أشار الدكتور أحمد الخطيب أو أراد أن يفصل فيها، اليوم واقعنا في العراق 70,000 عراقي يموت بسبب الأمراض السرطانية وحدها فقط. الأسعار غالية، أين يلجأ هؤلاء الناس؟ ربما يتعلقون كما يقال بالقشة هنا لينقذوا أنفسهم. لكن نحذر ونقول أن هذا المسلك هو مسلك خطير، لأنه ليس فيه عائد أو نفع على الناس جميعا، بل وربما دكتور هناك من يستثمر به سياسيا، أنه هذا أمر، نعم، يعني نعم. الآن نتحدث عن هذا ونستعرض هذا الأمر. وزارة الداخلية نفسها متحدث في أواخر العام الماضي يتحدث، يعني يعترف بوجود هذا الأمر، وجود كثرة بلغوا كما تقول الإحصائيات آلاف من السحاء الذين يعملون في يمارسون هذا المشعوذين والسحارة والدجالين، وهنالك جنسيات، يعني لم يس فقط العراقية، الباكستانية والإيرانية والأفغانية وغيرها من الجنسيات، نعم. والعجيب فيها أن الذي يلجأ إلى هؤلاء أيضا من السياسيين الذين يستغلون هؤلاء السحرة والمشعوذين لتثبيت وجودهم وللضحك على ذقون الناس لاستمرارية وجودهم، كل بزنس سياسي، كلها مختلطة ببعض، وهذا واضح. يلقح هذا وهذا يعين هذا، والمجني عليه هو الشعب العراقي، نعم. الذي ربما هو يكون أيضا يمارس
في زيادة هذه المأساة. دكتور، القصور في قضية تقديم منظومة علاجية معتبرة أو جيدة للمجتمع، هذا القصور كانت الحكومة تتذرع به أن هناك أولوية وهو الحرب على الإرهاب، وأن الحرب على الإرهاب استحوذت على معظم التخصيصات المالية للدولة بحكم أن هناك يعني الحرب على الإرهاب ولها الأولوية. لكن حتى في هذا الجانب، الجرحى ومعوقي القوات الأمنية الذين يفترض أنه لهم أولوية في الرعاية الطبية والعلاجية يشكون من الإهمال، يشكون من أنهم ملقون في العراء بلا علاجات، بلا عمليات جراحية. خلينا نشوف هذا المقطع لعدد من المعوقي أو جرحى المواجهات العسكرية اللي في العراق وشكواهم من الإهمال وعدم يعني حصولهم على الرعاية الطبية، ونستمع للإجابة. نشاهد هذا المقطع. جئنا نشتكي لله سبحانه وتعالى بواسطة سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين. نحن جرح الجيش العراقي، لقد قاتلنا من أجل هذا الوطن ومن أجل شعب هذا الوطن ومن أجل مقدسات هذا الوطن. فنحن اليوم مضطهدون ومظلومون، مسلوب حقوقنا، مغيبون، فهل ترضى بهذا يا مولاي؟ فنطلب الإذن منك باسمي وباسم أخوتي جرح الجيش العراقي أن تستقبل منا هذه الشكوى. يا سيدي مولاي أبا عبد الله، يا من ضحينا لأجل العرض والأرض والعقيدة والمذهب، باسمي واسم رابطة أبطال جرح الجيش العراقي نضحي لك بالغالي والنفيس، ونشكي لك أمرنا ووضعنا ومظلوميتنا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. هؤلاء عينة دكتور، الحكومة يفترض أنه استحورت على التخصيصات المالية لقضية الحرب على الإرهاب، هؤلاء أيضا يشكون ليس هناك من رعاية لا اجتماعية ولا طبية. يعني أولا أريد أن أقول، بغض النظر عن رؤية من تحدثوا في أنهم دافعوا عن وطن، دافعوا عن شعب، دافعوا عن مبادئ، هذه قضية أخرى لها تفسيرات أخرى. نعم. لكن بغض النظر، حكومة أو نظام يقاتل بمجموعة من الناس من أجل تحقيق نصر هو يعتقد. نعم. إطار النصر فيه يعني نقاط معينة حتى تقول أنك انتصرت، جزء منها المحافظة على قواتك، تقديم الخدمات، العلاج، إعالة أهلهم، سد نفقاتهم، هذا جزء من عنده، وهذا في كل الحروب من قديم الزمان لحد الآن. وأنت ماخذ ثلاثة أرباع الميزانية على ثلاثة أرباع الميزانية تتحدث عن أنه البلد كله في تقشف لأنه أنت عندك حرب. نعم. وبالتالي يطلعون من أصيبوا في هذه الحروب بهذه الطريقة، يشتكون بهذه الطريقة. أريد أن أقول أنه في الزمن الشاذ في زمن الفوضى تخرج مثل هذه الظواهر اللي تحدث عنها الدكتور عبد الحميد عن ظاهرة السحر وظاهرة الشعوذة، هذه جزء منها، جزء منها أن يظهر هكذا ناس لا يعرفون إلى أين يتوجهون، وبالتالي يتوجهون بهذه النداءات إلى أمة، إلى قبور، إلى ما أعرف وين يذهبون. التيه الكبير فعلا. هذا وصل الفساد، هذا الفساد، جذر الفساد، تحدثنا فساد سياسي، نظام فاسد وصل الناس إلى هذه المرحلة. قرأت لأحد الصحفيين اللامعين يقول أنه الفساد، ويتحدث عن الفساد في القطاع الصحي، يقول الفساد في القطاع الصحي ينافس إجرام الميليشيات والإرهاب والعصابات في العراق في خفض أعمار العراقيين. نعم. هذه كارثة كبيرة جدا جدا. الآن يعني تحدث عنه دكتور عبد الحميد، 70,000 عراقي يموتون بالسرطانات سنويا، يعني معدل 5,800 عراقي يموتون. هذه أرقام كلها مغطاة، لا أحد يعرف عنها شيئا. هذه جزء من هذه الكارثة الصحية، مستشفيات غير موجودة، مراكز صحية غير موجودة، رعاية غير موجودة، أطباء يهددون ويهربون إلى الخارج. كل 75% من الأطباء الأخصائيين تركوا العراق وخرجوا، هددة، آلاف قتلوا، ابتزاز، خراب مؤسسات صحية ليست صحية، جزء من عدها تحولت في بداية الحرب إلى مراكز للاعتقال والتعذيب.
مثل وزارة الصحة وغيرها وغيرها، سراديب للقتل والذبح، هذا جزء من نظرتهم. مستشفيات سرقت ونهبت والداخل إليها مفقود والخارج منها يعني مولود ربما. نعم. نعم. يعني ربما ينطبق عليه هذا، ليدخل مفقود فعلا إلى هذه المستشفيات، لأنه الآن فلونزا الطيور ما يقال، أو الفلونزا، أو يقولون فلونزا وبائية، الذي يدخل يحقنوا بإبرة يقولون يسموها إبرة خبط، وبالتالي مئات العراقيين يموتون شهريا. وهذا قدنا إلى السؤال دكتور عمر كبيسي عن قضية المناشئ والعلاجات المقدمة. دكتور عمر، لو تحدثنا عن نوعية وجودة الخدمات العلاجية والطبية وخاصة الأدوية، نوعها، مناشئها، جودتها، كفاءة الأطباء الآن، سلامة العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية باعتبارها الملاذ الأخير للطبقات الفقيرة والناس البسطاء ذوي الدخل المحدود، كيف هي الآن؟ أخي الكريم، يعني أنا الحقيقة يعني أتألم عندما تتكلمون بهذا الكلام، يعني عندما تتكلمون عن الوضع الصحي أتألم، لأنني جزء من الذين شاركوا في إدارة هذا الوضع الصحي لعقود من الزمن. أنا أقول الوضع الصحي في العراق كارثي جدا، كارثي إدارة، تنظيما، بنايات، تخصيصات، تعليم. أنا إذا أتكلم عن التعليم الطبي، إذا أتكلم عن واقع المستشفيات المهدمة الآن بعد يعني بعد ما يسمى بداعش والقضاء عليها، كيف الوضع الصحي، كيف المؤسسات اللي بنيت في الثلاثينات والأربعينات؟ نعم. أين أصبحت الآن في الموصل وفي الفلوجة وفي الأنبار وفي ييت والقضاء؟ يعني شيء تتكلم عن شيء لا يمكن، لا يمكن ضمن هذا الظرف الحالي إصلاحه إلا بتغيير جذري. يعني ما معنى تخصيصات مالية 2% من الميزانية و 3%؟ هذه الأردن التي لا يوجد لها مصادر، لا نفط ولا بترول ولا كل شيء، تخصص للتعليم أكثر من 10% 11%، وتخصص للصحة بحدود 12%، وتقرر علاج أطفال ما تحت 6 سنوات دون وما فوق 60 مجانا، حتى لو استوجب إرساله خارج الدولة لأن لا يتوفر له العلاج. نحن الآن نتكلم كما قال الأستاذ الدكتور رافع، نتكلم عن قتل الإنسان، يعني قتل لا يختلف عن القصف، يعني لا يختلف عن الدمار، ما يحدث المؤسسة العلاجية وتدمير عندما يذهب المريض لا يجد سرنجة أو لا يجد فلترة أو غسل كلية، أين يذهب؟ الآن في الموصل 250 طفل يعانون من الثلاسيميا، لا يوجد لا دم، يعني مسار الدم، ولا توجد العلاج المخصص لهذا المرض. ناهيك عن بقية العراق، أيضا هذا العلاج غالي، وكل العلاجات والأدوية أصبحت غالية. تخصيصاتنا 1-2% لا تفي بأدوية السرطان فقط، ماذا تعمل للوقاية، للقاحات؟ الشيء الأهم والنقاط الثلاثة اللي نركز عليها لأنها الآن يعني طارئة وواضحة جدا. أولا التعليم الطبي، تصور أن في العراق 30 كلية طبية أخي الكريم، 30، أكو محافظات بها 6 كليات طب و4 كليات طب. الآن كما هو بالإعلام وكما هو منشور يريدون أن ينشئون أو وافقوا على إنشاء كليات طبية أهلية. طيب هذه كندا نفوذها بقدر نفوذ العراق، 36 مليون كندا، عدد الكليات الطبية أقل بكثير من الكليات اللي الآن ندعي بها 30 كلية، والتعليم العالي يعرف كل زين مستوى التعليم، ومؤتمر دابنس والمؤسسات الطبية كلها لا تعترف أصلاً بالمستوى العلمي، وتعتبر أصلاً التعليم الطبي في العراق كارثي. طيب لماذا الكليات الأهلية؟ هي لابتزاز الناس ماديا، لانتفاع شخص معينين، لتعيين شخص معينين متقاعدين. وإلا 30 كلية طبية لو خريجيها استخدموا يعني أكثر من حاجة العراق أضعافا. المشكلة أن الخريجين من العراق يذهبون إلى الخارج ويروحون يعادلون ويكملون وما أدري إيش، ولن يعودوا للعراق هؤلاء. ليس هنالك نقص في عدد الأطباء الخريجين، النقص في التعامل مع الطبيب، النقص في عمل الطبيب، في احتواء الطبيب. أنا بس أضرب لك مثل من علمائنا بالخارج، سواء كانوا من كل المكونات العراقية موجودين في الخارج، خلي يذكروني عن طبيب واحد فقط
مهما كانت طائفته، مهما كانت قوميته، رجع سواء إلى الشمال أو إلى الوسط أو إلى الجنوب. أشكرك. لم يعد طبيبا. شكرا للدكتور عمر الكبيسي مدير مستشفى البيطار في بغداد سابقا. دكتور، هناك من يتحدث أنه أيضا هذا الملف الصحي المرتبط بحياة الناس حياة أو موتا هو أيضا ضحية للابتزاز والمساومات السياسية، كما هو الحال في بقية الملفات والصفقات، كهرباء، خدمات أساسية، ملف النازحين. أيعقل أنه تصل أيضا بالطبقة السياسية الحال أن تساوم في هذا الملف أو القطاع المتعلق بمصائر الناس بحياتها؟ أستاذ ماجد، أنت أي قطاع، أي مؤسسة في أي دولة تحتاج إلى إدارة رصينة تدير هذه المؤسسة وتدير هذا الملف الموضوع. نعم. المؤسسة تدير خططها الآنية والمستقبلية. نحن لدينا مؤسسات مثل وزارة الصحة العراقية وكل الوزارات العراقية هي جزء من المحاصصات، يعني أنت تضع عليها وزيرا أو مسؤولا، وكيل وزارة، مدراء عامين، جزء من المحاصصة الحزبية الطائفية الإثنية، تضع عليها يعني أحزاب تفرض نفسها لكي تضع مسؤوليها، تضع ناسها في هذه المناصب، وبالتالي واردات هذه الوزارات تمول الأحزاب التي تدعم هذا الوزير اللي هو ينتمي إليها، هذه المؤسسات. هذه واضعين كل مؤسسة. مدير مطار النجف هو معمم، لذلك غير قادر على، لذلك وزارة الصحة لا تختلف عن كل الباقي الوزارات. نعم. هي جزء من وضعت في مزاد المحاصصات الطائفية والإثنية. لذلك أنا أقول إنه جذر كل هذه القضية هو الفساد السياسي، فساد هذه الأحزاب، فساد العملية السياسية، خراب هذا أدى إلى خراب العراق بهذا الشكل. وبالتالي الحديث الآن عن انتخابات وناس هؤلاء الفاسدين. دكتور اسمح لي فقط، دكتور عمر كويسي أستأذن منك من دكتور عبد الحميد، لديه قضية الآن تذكرها أساسية، فممكن نسمح له بدقيقتين لأن البرنامج على وشك أن ينتهي. تفضل دكتور عمر بدقيقتين. أنا أريد أضرب لك مثل على الموصل. 10 مستشفيات مدمرة، لا توجد في الموصل إلا مستشفى حديث الآن غير مجهز. قضية الفلوجة، مستشفى الفلوجة الجديد تعرض إلى قصف وتدمير وخراب، قدروه بأنه 80 مليون دولار يحتاج، هو بنوه 160، ولذلك هم يفكرون في بناء جديد. هذا المستشفى مثل ما قال الدكتور رافع اللي هي 400 و500 سرير، 6 سنوات 10 سنوات ما يكمل. طيب لا يوجد في المستشفى إلا في الفلوجة هم 600 ألف مواطن إلا مستشفى واحد، والآن عادوا إلى بالرغم من أنه مهدم. لماذا لا يفكرون في إصلاحه؟ وكلفة مالته هم يقولون لإصلاحه هو 20 مليون. طيب أليس هذا جريمة أن تبقى هذه المستشفى بهذه الطريقة لتنتظر متى يبنى مستشفى جديد؟ شكرا للدكتور عمر الكبيسي على هذه الإضافة المستدركة. دكتور عبد الحميد العاني بال3 دقائق الأخيرة، العراق على أبواب انتخابات برلمانية في شهر آيار، كيف للأحزاب أن تقنع المجتمع الناخب أن يذهب للانتخابات لينتخبها؟ وهذا هو واقع الصحي، هذه علاجاته بهذه الصورة التي تحدث عنها الاختصاصيون. هذا الواقع الصحي المأساوي الذي تحدث عن جانب منه الأساتذة الكرام سببه هذه الحكومة السياسية كما أشار الدكتور قبل قليل الدكتور رافع، لكن من جاء بهذه الحكومة السياسية هم الشارع العراقي حينما انتخبهم، هنالك مثل ما يسمى بالدور، وللأسف الذي يجني هذه المأساة هو الشارع العراقي الذي مع الأسف سيعود وينتخب هؤلاء ويعيدهم ليجني هذه الآثار. التصرفات الإنسانية الخاطئة إما أن تنعكس سلبيتها على الإنسان شخصيا أو يكون انعكاسها على عموم الناس، وإذا كان الانعكاس على عموم الناس فإن هنا تكون الجريمة كبيرة، فأي إنسان يشارك بهذه الجريمة، جريمة انتخاب هؤلاء الفاسدين، هؤلاء الذين تسببوا بهذه المآسي الكثيرة، هو مشارك بهذه الدماء، يتحمل الإثم أمام الله سبحانه وتعالى بالدماء، بالأمراض، بكل ما لحق العراق من هذه المآسي. أريد الشارع العراقي أن يقارن بين الواقع اليوم وبين الإمكانيات الموجودة للعراق. تحدث الدكتور عن أنه رصدت 3% من الميزانية، هذه 3% لو أنفقت فعلا على الأقل لجنى الناس شيئا، لكنه حتى 3% هذه هي تسرق. قبل في 2013
وزير الصحة السويدي يقول ما معناه أن العماد الصحي أو القطاع الصحي في ذلك البلاد يقوم على الأطباء العراقيين. فعندنا كفاءات، عندنا إمكانيات، نحن دولة غنية، غنية ماديا وغنية برجالنا، لكن للأسف هذه سوء الإدارة، بل ليس سوء حقيقة وإنما التعمد في الفساد وسرقة الأموال العامة التي هذه نتائجها. فيجب أن يأخذ الشارع العراقي بدوره، أن يقوم بدوره وأن ينهي هذه المأساة ولا يعيد التكرار هذه التجربة، لأنه هو المجني عليه وبيده، هو من يسلط هؤلاء على أنفسه، على رقابهم هم بأنفسهم. ولذلك لا بد من حل جذري لتنتهي مأساة الصحة كباقي المآسي الأخرى التي يشهدها العراق. أشكرك. إذن في نهاية هذه الحلقة نشكر ضيوفنا الذين شاركونا النقاش، وهم كلهم من الدكتور أحمد الخطيب طبيب الاختصاص كان معنا من بغداد، وأيضا دكتور عبد الحميد العاني هنا في الاستوديو مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، وأيضا كان معنا من عمان مدير مستشفى ابن البيطار سابقا الدكتور عمر الكبيسي. بحثنا الواقع أو المنظومة الصحية والعلاجية في العراق. بعد الفاصل نستمع إلى الخلاصة التي سيقدمها لنا دكتور رافع الفلاحي. دكتور، القطاع الصحي حال حال بقية القطاعات لن يشهد أي تغيير مع الانتخابات القادمة، وكما يشاع أن التغيير سيكون في الانتخابات في ضوء التجربة السابقة. القطاع الصحي حال حال بقية القطاعات. أريد أن أقول أستاذ ماجد، نحن الذي تحدثنا به يعني في برنامجك هذا الرائع طاولة حوار كان مجرد عناوين لهذه الكارثة الحقيقة. نعم. الوقت لا يسعف للحديث عن كل هذا الملف الواسع، هذا يحتاج إلى حلقات طويلة. لو دخلنا بالعمق يبدو لطمية. نعم، هذه الحقيقة. لذلك نحن يعني الدكتور عبد الحميد، الدكتور عمر، الدكتور الخطيب، أنا تحدثنا بعناوين فقط. هذه العناوين أقول هذه العناوين لشكل الكارثة، الكارثة التي يعني يعاني منها القطاع الصحي، ألا تكفي لأن تدق جرس الخطر للعراقيين لكي يسألوا أنفسهم كيف يمكن لمن أوصلوا الحال الصحي في العراق، فقط أنا أتحدث عن القطاع الصحي الآن، نتحدث اليوم عن القطاع. نعم. من أوصلوا القطاع الصحي عبر 15 سنة إلى هذا المستوى البائس يعني المتهري هكذا، نعود فننتخبهم كلهم نفس الوجوه، نفس الأشكال، نفس الأحزاب، نفس القوى، نفس الكلام، نفس الوعود. ألا يعني هناك يجب أن يستحي الشعب العراقي من نفسه إذا ذهب الانتخابات وانتخب هؤلاء وعاد هذه الكرة، إعادة تدوير هذه النفايات لكي تسرق أعمارنا، تسرق وطننا، تسرق صحة المواطن. أشكر. أطفال يموتون، ناس تذبح يوميا، الأدوية فاسدة، استيرادات الأدوية فاسدة، كلها خراب وكلها عناوين خطرة لحياة عراقية بائسة جدا جدا مع الأسف. أشكرك شكرا جزيلا. حياك الله. نلتقي في الأسبوع القادم. بارك الله فيك. شكرا.